امور فينا صعبه لسه. انت قالك انا جيت والله اللي لا بركبك ركوب اللي لا بدقك دق منو والله احنا في دارفور ذاته الصوت ده قاعد نكرهه وبنكره زول ذاته قاعد يصف صوت. عندنا ناس بيصفوا صوت لكن بنكره ناسنا بيسجلوا بس. ها منو قاعد يصف الصوت؟ نسيت فضل احلنا نحن نحن الدلم المتحركه في السودان ده. نحن الدلم المتحركه لو في القضارف لو في دارفور لو في كردفان لو في 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 الجزيره. انت قاعد تاكل منين؟ تجارتك انت ده طبعا الزول ده اصلا تابع لوجدي صالح. وجدي صالح طبعا حزبهم حزب البعث العربي الاشتراكي وهم اصلا نوبه يعني المحس والسكوت والحلفاوين والضناغله التحيه لم تت لكن ده حزبهم طبعا. ويتكلم بهم وانا جايك بفيديو بجي حقيها عارف شاب كنز زغاو ارجو التيشيرت بتاعنا برضه برجعك مصير اصبر لي بس انا جاي في اللي لسه الفيديوهات جايه جلد نظيف تمام. انت استغليت زمن البشير وقبال البشير المينا بتاعت بورسودان بتجيب كونتيلات من الخارج مجان بدون جمارك. انت مش تبيع وين؟ ما بتبيع تجيب قميص زي ده لكن قطني قطني يعني بخمسة جنيه وتبيعه لنا نحن ب 20 جنيه. من وين حاجاتك دي قاعد تبيع لي منو؟ انت مفتوح عليك المينا انت والامتيازات التاريخيه اللي انت قاعد لحفتها من الدوله السودانيه نحن فاتحين لك الشارع بدارفور بتجي تمشي لغايه تشاد تبيع لدوله تشاد. نسيت الخير القديم الطماطم البط اي حاجه في بيتك قاعد تاكلها ده زرعوها النوبه يا الغرابه. وين انت؟ كم في المية انتم مزارعين؟ انتاجكم قدر شنو ذاته؟ جيب لي انتاجك كذا جيب لي مساهمتك انت في الدوله دي. ده نقطه مهمه جدا. طلعت زغاوه ذاته قال لك ما عندهم وطاو وبتاع و و و التفاصيل دي انا ماشي لك قدام اصبر لي انا برضه بجيبك هنا بدقك دق دقك اصبر لي لسه انا ما بديت والله اللي جلدت ولا اللي بركبك ركوب ولا اللي بدقك دق. انت برضه عندك قطع هناك في مصر امتداد يا مان. الوالي الدوما بقى والي في غرب دارفور برضه طلعوا شماشه وصعالي قال ها الوالي ده والي ما نافع لانه قال كلمه حق. قال الوالي ده والي ما نافع امدو امدو امتداد هو مسلاتي وامدو امدو امتداد في تشاد. ماله؟ مال تشاد؟ ما دوله وافريقيا وافارقه وبلاك بيبول واخواننا وديل اخوانك والحزب البعث العربي ولاء لمصر اكثر من السودان يا وسخ انت يا خسيس يا تافه. ودي رساله لاي شمالي انتبهوا يا جماعه انتبهوا الناس دي ما يهمكم بالخير. الاحزاب الكرتونيه دي اتدمرت السودان ده بخش في حرب اهليه طاهن جدا. انا ما بصدد الدفاع عن جبرين. جبرين ده وسخ ولا بمثل الزغا ولا بمثل دارفور. ناس انبطحوا مع الجنجويد. نحن كلمنا ورسالتنا كانت واضحه جدا بدون اي لف ودوران. انت عارف يا جماعه نحكم المجرم مننا ومنكم اول حاجه نطرد الجنجويد. انتبهوا يا جماعه انتبهوا في الموضوع ده. وما في ثاني حاجه اسمه انفصال ما لم ان احنا حقوقنا دي ناخذها. احنا ما زي الجنوبيين اخواننا الجنوبيين التحيه لهم زهجوا وكلوا وملوا لانه الجنوبيين نحن اللي حاربناهم. نحن اللي طلعنا ميتين ابو الجنوب. نحن العساكر. نحن اللي قتلنا الجنوبيين لانه نحن كان ناسنا قطيع. الشماليين ضباط ونحن عساكر قتلنا الجنوبيين بتعليمات من ابناء جزء من ابناء الشمال عشان ما عشان 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 اي دور شريف في المحل ده هو يكون برا من الموضوع. زي ما نحن عندنا وسق في دارفور انت عندكم وسق. طيب برضه ده امتداد تاريخي امتداد اهو ده فيديو فيديو اهو امتداد تاريخي في مصر. على قد نكرر الفيديو ده ثاني. يلا انت انت برضه جيت جيت جمارك ارفع كرنجاليه امشي مصر جمارك. تبقى حلقه الوصل التي لا تفصلها اي حدود. انت برضو عندك امتداد في مصر والله يا اخي. فيها يا احمد انت ما عارف التاريخ اصلا. الاهرامات دي ذاتها كلها كده كلها كده سودانيه. المصريين ذاته بس قطعوا القطعه دي ذاته. المصري ذاته تابع للسودان. حلو ماشي. افارقه افارقه الاهرامات دي افريقيه. امتداد لافارقه وامتداد لافريقيا كلها صح؟ حتى الفلاته بقول لك الفلاته ذاته كانوا اصلا ده محلهم لانه بتلقى في الاهرامات دي ذاته بتلقى الشلوخ بتاع الدينكا بتاع النوير تلقى الشلوخ بتاع تلقى الاضروبات موجود المشاط حقهم تلقى اي جميع البقر القرون الكبار بتاع الفلاته بتاع انصهرت الناس دي من هنا وطلعت من المحله دي وفاتت اتوزعت في افريقيا وده بلاك لونك ده جاك بالاستعمار الليله جلت من طرف دك عشان كله دقيقتين واحد يجي
عشان انا ده اوريكم ذاته، حتى لو شوف اي زول من دارفور لو جاء الا تكون تحت الجزمه، لكن ما بقبلوك انت تكون سيد، ما بقبلوك. انتبهوا يا جماعه، الصوروان ده جاي يا جاي، دي ما داري اثنين يتغالطوا فيها. في واحد كان قطيع قاعد مع خفير مع ترابي، انا اجيبه هنا كويس، اجيبه هنا. لونك استعماري يعني، لونك ده جاك من الاستعمار، الاستعمار الانجليزي والكلام ده الكثير ده، والاتحاد الاوروبي ده لما انتلف هناك للافارقه، انت امك وحبوبتك دي ولدتك هناك، عشان كده لونك ده بقى بلبسجي شويه، عرفت كلامي؟ اوي جلد من طرف، كل واحد يجي من، انا والله ما بصدد الدفاع عن جبرين، ولا جبرين بيمثل دارفور ولا بيمثل الزغاوه، ده حرق ده هرقه شديد. زغاوه يقعد في النيجر، يقعد في كامرون، يقعد في غامبيا، يقعد في تشاد، اي زول عنده دوله قاعد فوق حامله جنسيه خلاص ده بيمثله، مش يجي يقول لك لا لا انت اقل دقيقتين، انت منو؟ انت برضه مصري، جيت مصر، عربي انت، شوف الجزيره العربيه وين؟ ما تتكلم يا زول. طيب نمشي قدام شويه، في واحد عبد كان شغال في بيت الترابي، فانا المكالمه الصوتيه دي لازم اجيبه، واجيب المكالمه الصوتيه بتاعت عيسى دي. يا اخي ما تكفي الامانه يا اخي. حقيقه الان كلمته حقيقه المسكوت عنه وكشف المستور بين القاهره والمخور، كلامكم ده كله في كتاب موجود. لكن انا داير نكلم اخونا قبل شويه استاذ رمضان، وشايفه قال المشكله كله ما بالشمال وكده. احنا قسمنا التهميش تهميش أهادي وثنائي وثلاثي والرباعي وخماسي وسداسي وسباعي، صحيح؟ الشمالية بعد الشمالية بعد محل في تهميش اقتصادي فقط، لكن إذا مسكنا نلقوا عشرة، نلقوا هلة فوق عشرة بيت فوق عشرة وزير، كما قال أخونا النور في تنمية، تنمية اقتصاد، تنمية تنمية عقلية، تنمية تعليمية، تنمية بنيوي تحتية، كل التنمية موجود. وبالتالي نحن الاعتراف مهم جدا، يعترفوا الهلاك في السودان والدمار في السودان منذ استقلال السودان المزيف الى يومنا هذا هو الشمال النيلي بكل القياسات وبكله، لان نحن يا جماعه دائما خلينا نكون على الحقائق. نحن في التنظيمات الكرتونيه الحلاميه، وانا كنت في الحركه الاسلاميه، والحمد لله الذي انقذنا من الظلمات الى النور، حتى ظهر لنا القيط الابيض من القيط الاسود. انت عارف ما في فرق بين التنظيمات بين ابناء الشماليه، الف مؤتمر الشعبي وفي حزب الامه والاتحاد الديمقراطي والوطني والحزب الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي والحزب الامه والصوفيه وانصار السنه كلهم واحد. نعم. يجتمعوا ليلا ونهار، يسهروا لنا بالخلاف، يسهروا لنا في التلفزيونات مناهرة ومشاطرة، ولكن هم من واحد، مائدتهم مع علي وقلبهم مع معاوية. وبالتالي أنا أبناء الهامش، سواء كان منذ استقلال السودان المزيف، التدمير، التدمير العقلي والتدمير البنية والتدمير الجسدي، دمرونا الأحزاب النيلية، حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي والبعث العربي الاشتراكي وحزب السيخ، تدمير عقلي. وبالتالي حتى اخواننا المعارضه بيسموهم معارضه وديل خارق ومعارضه، لكن عندما يكون حزب الامه او الاتحاد الديمقراطي ما بقول له معارضه. لا لا ما بسموه معارضه، لكن احنا لسه دكتور منصور واخو. طيب الرساله الثانيه، شايف في بعض الرسائل في ناس بقول لك القبائل الزنجيه ضد القبائل العربيه، وفي ناس يقولوا السودان ما فوق قبائل العرب. شوفوا يا ناس، أزمة السودان دي الحقيقية، وصنع علينا صراعات وقتل بالمجان وينفصل جنوب السودان، دي هذه الثقافة العربية، الثقافة العربية دي هي أساس البلاوي في السودان، لأنها جعلت من أي شخص بيعتقد هو عربي بيشوف الغير عربي أقل منه. الثقافة العربية هي جيشة المجتمعات ووزعته دي العرب ودي الغير عرب. الثقافة العربية هي يعني كانت مدخل للدول العربية ينهبوا خيراتنا ويشغلونا عبيد كمرتزقة لما دخلونا جامعة الدول العربية. وخير دليل على ذلك المرتزقة شاركوا في حرب سيناء ثم حرب الخليج ثم المرتزقة حاليا بيشاركوا في حرب اليمن، كلهم عبارة عن عبيد لجامعة الدول العربية. فالثقافة العربية في السودان يعني ما استفدنا من اي حاجه للامانه، ما ينوض لي زور يقول لي دي ثقافه الاسلام، لا نحن مسلمين.
احنا مسلمين الكره الارضيه دي فيها ناس كدار مسلمين ثقافتهم عربيه خالص.